هذا جاي من هيئة دوري المحترفين. طيب خل الناس تتوقع، ايش رايك؟ يتوقعون يعني اللي يقول لك جوال ولا احد يقول فلوس، فخلينا نكشف بسرعه. تطلع اشاعات هيئة دوري المحترفين ما يعطون جوالات، ايش يعطون؟ ايش يعطون؟ تكفى قول لي. طلع هم قرارات. طيب هذا جانا من الاستاذ احمد العقيل من هيئة دوري المحترفين اليوم. طبعا هو كان وسيط، يعني مش هدية من أحمد العقيل، بس كان وسيط. هاي دور المحترفين كانوا وسطاء، وتعرف الهيئة مرتبين يعني يرسلوا لك أشياء. تراها صارت رابطة في هذه تراها صارت رابطة، المفروض يغيرون ال. طيب هذا تحته في صحفي الحين. يلقط لكم أي شيء، صح؟ المفروض تصير رابطة يعني. أهم شيء لقينا شيء على أحمد مصبيح ونويصر و. طيب أرسلوا لي هذا، جايهم من الفتح، تيشيرت الفتح. إحنا وعدنا قبل فترة انه اذا فاز الفتح بالدوري راح نلبس التيشيرت ونقدم الحلقه. انضم لهذا التحالف الكابتن فهد الهريفي والكابتن محمد الدعيع، وزادوا عليه فهد الهريفي ومحمد الدعيع انه اللي يفوز بالدوري راح نلبس التيشيرت. وقال فهد الهريفي لو فاز الهلال راح البس تيشيرت الهلال معاك في الحلقه، والدعيع طبعا قال نفس الكلام، ولو فاز الفتح راح نلبس تيشيرت الفتح. طبعا انا ما قستها للحين، بس واضح من شكله نقول نبي مقاس اكبر. ابزيد انا انه الحلقه تقدم وقوفا ابو احمد عشان نكتشف لو سمحت يعني لا تورطنا، وبالذات المقدم يعني لازم. الطاوله هذه ليش احنا رافعينها يا ابو احمد؟ احنا رافعين الطاوله دي لاسباب اكيد مهمه. واضح ان المقاس ما في، واضح ان المقاس يحتاج تغيير. ما في حتى على ما في كاب ولا شيء ترى. لا الحمد لله ما في صنع، ما في كاب يعني ارسل لنا. يعني هل هي اشاره انه الفتح خلاص يبغى يخلص الموضوع ولا لا؟ ايش رايك انت ابو احمد في؟ انا والله قلتها من قبل، يعني قلت من قبل ولا هو يعني صراحه، لانه الفتح يستحق. انا اقول هو الاحق مع احترامي لاي فرق اخر، هو الاحق والاكثر استقرار، اكثر تنظيم، الاكثر جداره في يعني. ويكفي انه فايز على المنافس الاهلي اللي هو طبعا الهلال، ذهب وياب. وبعيد عن هذا وذاك، يعني صراحه رغم التوقفات رغم الفريق يعني كل مرحله افضل من اللي قبلها ما شاء الله. وانا اقول ان الاحق، وربما يحسم الدوري حتى قبل انتهاء جولتين شيء من القبيل. عموما بس نذكر انه نبغى تيشيرتين كمان للهريفي وللدعيع. كابتن طبعا ما نحجر على اي واحد يتغير في الدوري، كل شيء ممكن يتغير طبعًا. بس احنا نقولها من قراءات، من يعني خلينا نقول معايشه لكره القدم بشكل كبير. صراحه يعني انا والله اقولها من قلبي يعني اتمنى، لانه في الفعل يعني يستحق هذا الموسم، يستحق أن يكون بطل يعني. صحيح كابتن. بأمانة هو فعلا باختصار هو نموذجي يعني في جميع أدواته، تقدم عمل جدا مميز من بداية الموسم إلى اللقاء القادم أمام هجر. أنا أعتقد أنه فعلا حيكون له حضور وحظوظ أيضا من خلال مباراته القادمة، وبالتالي يكون هو الأقرب بشكل كبير جدا لحسم الدوري. هو فعلا استحقاق، وأيضا إحقاق لفريق قدم نفسه بمثالية من خلال عمل مميز انطلق من خلال الفكر وضعف الإمكانيات.